زكريا، عمك سليم عمل ايه؟ الحمد لله يا عمتي، لف اقوله تهمه وهيخرج منها بسرعه ان شاء الله. طب تعال، انا عايزك في كلمتين. معلش يا عمتي، بعد اذنك بلاش كلمتين دلوقتي، انا راجع ومشاكل الدنيا كلها فوق راسي. لا يا حبيب عمتك، معلش عشان خاطري، خلي مشاكل الدنيا تزيد مشكله كمان. تحت امرك يا عمتي، قولي لي ايه مشاكلك؟ يعني كنت عايزه اعرف، زين اخويا قبل ما يموت ما اتكلمش عن وصيه، ما قالش حاجه عن ميراث، اكده يعني. ميراث ايه يا زينب؟ من امتى يعني العطارين بيفرقوا ورثهم؟ طول عمره كان في ايد زينه الله يرحمه، وبعد كده هيبقى في ايد الكبير من بعده. يا حبيبي يا اخويا، الله يرحمك يا زين، ما عشان مات وما قالناش مين الكبير، انا بقول نوزع الميراث بينا وكل واحد ياخد نصيبه. بس زين الله يرحمه قبل ما يموت قعد معايا وقال ان زكريا هيبقى هو الكبير من بعده. لا والله يا حبيبتي يا رايقة انت، طبعا مين هيشهد للعروسة؟ خلي بالك من كلامك يا زينب، هتقولي حاجة يا حاج صبري، انا عاملة حساب لوجودك برضه. عيب يا زينب الكلام ده دلوك، عيب عيب ما عيب الا العيب يا صبري. يا اخويا خليك انت نايم في العسل، مالك انت لحد ما يطبخوا الليلة ونطلع احنا من المولد بلا حمص. قلت لك عيب، الموضوع ده هيخلص دلوك وهنتفقوا. وانت يا ست الهوانم يا اللي ساكنه في العلالي، حياة النبي يا شيخه، ما تقولي لي تاني تقولي ايه وما تقوليش ايه. هيخلص دلوقتي يا عمتي. اولا انا ما كنتش عايز ابقى الكبير، حتى لما ابويا جابني بعد ما عمي شريف مات وقال لي ان انا هبقى الكبير، انا ما كنتش عايز، لان ده هم هم لو شلته انا عارف انه هيكسر ظهري. بس ما دام ابويا الله يرحمه كان شايف ان انا قد الهم ده، وما دام زين العطار ما بقاش موجود وكبرنا التاني عم سليم ما بقاش موجود، فما فاضلش غير ولاد زين العطار، وانا كبير ولاد زين العطار، يعني كبير العيله. فاللي هقوله مفيش حاجه هتتعمل غيره. العيله دي ما تعرفش حاجه اسمها ورث، نصيبك هيوصل لك كل اول شهر وزياده كمان زي اي حد من العيله، وده اللي ابويا كان موصينا عليه قبل ما يموت. لا يا شيخ، هي وموصيك على ايه كمان؟ الكلام ده تضحك بيه على اخواتك ولا على الاهبل صبر اخويا ده، لكن انا لا. ما يصحش كده يا زينب. انت تسكت خالص عمتي. ها، ما دام انت مش عامله احترام للراجل اللي لسه ميت ودمه لسه ما بردش، ولا عامله احترام لاهله اللي انت واقفه وسطيهم وفي بيتهم، فانا بشكرك انك جيتي. عم صبري لو سمحت خد عمتي واطلعوا على البلد، دوار العمده لازم يبقى مفتوح عشان ياخد عزا زين العطار. عندك حق يا ولدي، بينا يا جماعه على الدوار. لا زينب العطار ما تطردش يا ولد زين. انا ما طردتكيش يا عمتي، انا ما طردتكيش، انا بتكلم في الاصول، وبدل ما كنت تيجي وتتكلمي في ورث كان من باب اولى تيجي عشان تقري الفاتحه على روح اخوك اللي لسه ميت، ولا انت كنت بتتمني له الموت؟ انت اتجننت ولا ايه يا ولد؟ انا كنت عارف ان في ناس كتيره قوي طمعانه في فلوس زين العطار، لكن عمري ما كنت اتخيل ان اول حد يطمع فيه هي اخته. خلص الكلام. لا يا وزين، الكلام ما خلصش يا حبيبي، الكلام هيبتدي دلوقتي. ها يا عمتي، ها. طيب انا هتصرف، اقفل. سلام دلوقتي، سلام. كنت عارف ان لما ابويا يموت في ناس كتير قوي هتطمع فينا،
بس ما تخيلتش ان اول ناس تطمع تبقى من لحم وضمه. هي الدنيا كده، استنى الغدر من قريب قبل الغريب. بس المهم تكون انت جاهز. جاهز ليه ولا ليه ولا ليه؟ حاسس ان انا في كابوس، حاسس اني مش هشوف نهار تاني بعد موت ابويا. لا هنشوف، كل حاجة هتبقى كويسة. صحيح الدنيا هيبقى ناقصها زين، بس لازم برضو كل حاجة تبقى كويسة. عارف ليه يا زكريا؟ عشان كل حاجة حلوة حوالينا عملها عشان يطمن ان انت واخواتك هتبقوا بخير. وانا عارفة اني ربيت راجل، وهو كان دايما يقولك ان انت الكبير، حتى لو ما لحقش يقولها لكل الناس، بس عشان ده حقك ومفيش حد غيرك يستحقها. الأوضة دي محدش ينفع يدخلها إلا أنا وأبوك والكبير. عايزك تفوق عشان ندخلها سوا وأعرفك كل حاجة فيها، وبعدها تجمع الكبار وتقول لهم إن أنت الكبير، عشان أي حد يفكر في أي حاجة يراجع نفسه 1000 مرة قبل ما يغلط غلطة عمره. رايحين فين يا جماعة؟ إحنا مش ماشيين من هنا. اتكلم عن نفسك يا عبد الله، وما تعليش صوتك تاني في بيت زينة العطار. أنت هتعلمني أعمل إيه وما أعملش يا زكريا؟ أوعى تكون فاكر إنك الكبير بجد. يا رجالة ما يصحش كده، هترجوا الناس علينا ولا إيه؟ مش وقت تطيب يابا، وأنت ما ينفعش تكون على نفسك كده يا زكريا. عم زين لو كان عاوزك كان قالها من زمان. والله تبقى عيبة في حق العيلة لما ابن زين العطار الكبير يبقى موجود وحد تاني يقعد مكان ابويا عبد الله. بارك بارك يا عبد الله، حتى لو كان غصب عنك اعملها بجميله يا ابن عمي. معاش اللي يخصبنا على حاجه يا زكريا، وانت مش الكبير. طيب الكلام ده للجميع، كل واحد هيفضل في مكانه، يعني العمده هيفضل عمده، ومن بعد ولاده هيبقوا هم العمد، وزي ما زين العطار كان كبير العيلة من بعده برضه ولاده، واللي مش عاجبه الكلام ده ملوش مكان وسطينا. مش عاجبنا يا زكريا، هتعمل ايه؟ نزل سلاحك، احنا مش هنرفع سلاح قدام بعضينا، ده اللي ابويا علمهولنا وهنفضل ماشيين ورا كلامه. امشي عبد الله، امشي من هنا. لا دي الجنة ولا انت ربنا يا زكريا. بس انت شطان شيطان ومش عارف يغوي حد غير نفسه. ماشي يا زكريا، بس خليك فاكر انك طردتني، وخليك فاكر كمان الشيطان لما طرد عمل ايه.